الحقيقة دايما في شهر رمضان في ناس كتير من الصنف اللي هو مش بيمارس رياضة أصلا في حياته، بيبقى دايما حريص على ممارسة ولو القليل من الرياضة في أيام شهر رمضان المعظم. دايما الساعة، ساعة ونص، قولوا ساعتين اللي قبل المدفع كل يوم بتلاقي دايما التراكات الموجودة في مختلف الأندية الرياضية بتكون على آخرها، ودي حاجة لطيفة جدا، ظاهرة يعني صحية جدا، وبنتمنى كمان فيها الاستمرارية. يعني الناس اللي ممكن تبقى رمضان بالنسبة لها نقطة انطلاق، يعني واحدة واحدة كده على الهادي يبتدوا في ممارسة القليل من التمرينات الرياضية، يمكن يعجبهم الحال ويحسوا بانعكاسات حلوة صحيا من جراء هذه المواظبة على ممارسة الرياضة، فيكملوا ممارسة الرياضة بعد كده. بالمناسبة برضو، وكمان بمناسبة شهر رمضان، وزارة الشباب والرياضة بتعمل الحقيقة فعاليات في منتهى الأهمية تحت عنوان 30 يوم تحدي. الهدف منها هو تشجيع كل الناس على ممارسة الرياضة ضمن خطة الوزارة لتنفيذ فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة خلال شهر رمضان المبارك. تعالوا نتابع من خلال هذا التقرير تفاصيل إعلان الوزارة عن النسخة الجديدة من هذا البرنامج. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونطلع فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية. خليكم معنا. استراتيجية وزارة الشباب والرياضة المبنية على توجيه دايم من القيادة السياسية ان الصحة والرياضة مهمة جدا، بنتعاون مع التربية والتعليم، بنتعاون مع الجامعات، مراكز الشباب، الأحياء الشعبية، ان احنا نعمل منظومة متكاملة للرياضة والصحة واللياقة. واكيد عندنا آلياتنا من إدارات مركزية معنية وايضا لجان علمية بنخطط باستمرار. يعني زي ما انتوا سمعتوا عن دراجتك صحتك، الماراثون، ماراثون زايد، الهاف ماراثون الهرم، الايرون مان، الاوشن مان، الحقيقه المشي، طلاقه المشي، احنا بنعمل كل فتره كل المحافظات بتمشي في توقيت واحد او بتجري في توقيت واحد، الدراجات، المبادرات، كمان عندنا اتحادات نوعيه بتساعد في هذا الموضوع زي اتحاد الرياضه للجميع، اتحاد الرياضات المدرسيه، اتحاد الرياضي للجامعات. النهارده احد هذه المبادرات 30 يوم تحدي هي النسخه الثالثه ليها. 30 يوم تحدي ابلكيشن على الموبايل بيسمح لكل واحد ان هو يتحسب له كل المجهود البدني اللي موجود، لكن في النسخه الاولى كان في مفاجاه للناس ان بيتخبط عليهم ويقول لهم احنا جايين، تاخد شهاده تقدير وتاخد ميداليه. هي عملت يعني حس معنوي كبير جدا، موضوع مش موضوع مالي لكن حس معنوي ان هو الموضوع ده بجد. احنا بنقول للمجتمع كله شارك واجري، يمكن اللي بيشارك كتير جدا لكن احنا 5000 واحد اللي بنودي له الشهاده وبنودي له يعني الميداليه في كل فتره. عندنا شاب علي اسس شركه لهذا الموضوع وبيعمل اكاونتبيلتي او حسابات على الابلكيشنز، وبنك سايب الحقيقه، سايب بنك بيساعدنا لانه شريك استراتيجي للوزاره في العديد من المشروعات. احنا النهارده بنبدا نعلن عن النسخه الثالثه لبرنامج 30 يوم تحدي، او المبادره 30 يوم تحدي خلال شهر رمضان الكريم ان شاء الله. المبادره تلخص في حاجه او في بعض الحاجات، يعني اول حاجه ان احنا بنقدر نعمل رياضه ونقدر نخاطب حوالي 5000 واحد من غير ما نعمل ايفنت معين او فينيو معين او في مكان يكون موجود فيه الناس كلها. ده من خلال السمارت ووتش او من خلال التليفونات الذكيه. بنقدر نستخدم من خلال برنامج اسمه استرافا، البرنامج بنقدر نعمل فيه زي ريجستريشن ونعمل فيه جوه جروب 30 يوم تحدي، ونقدر نحدد لكل واحد التارجت بتاعه. ايه هو التارجت بتاع الناس دي كلها؟ احنا عندنا اول حاجه جري، دراجات، مشي، هانديكاب. عندنا الدراجات 100 كيلو 300 كيلو، عندنا المشي 50 كيلو و100 كيلو لكبار السن، عندنا الجري 75 و150 كيلو، والهانديكاب 50 و100 كيلو متر. احنا بنقدر نحدد، نقول كل واحد بيحدد التارجت بتاعه يقدر يحققه قد ايه. انا هقول انا هقدر احقق مثلا 75 كيلو جري خلال شهر رمضان او خلال الشهر 30 يوم. بعد ما اقدر احقق التارجت بتاعي وانزل اجري او في اي وقت في اي مكان وقت ما افضل، مش شرط ان انت يبقى في مكان معين، لا، وقت ما بتحبه، وقت ما وقتك يسمح وظروفك، انزل اعمل الرياضه بتاعتك. بعد ما تخلص الرياضه بتاعتك انت خلصت التحدي بتاعك وعملت التارجت اللي انت قلت عليه. خلاص احنا كوزاره الشباب والرياضه مهتم جدا بحاجه زي كده، فبنقدر نبعت له لحد البيت ميداليه وشهاده وتيشيرت. المبادره دي الهدف منها ان احنا نحمس الناس انها تتمرن،
ان احنا ايا كان ايه الفئه العمريه بتاعتهم وايا كان هم فين كمان، ان هو معموله في اي محافظه في مصر. فدي دي اول حاجه اللي خلتني اللي حمستني ان انا اخش في حاجه زي دي. الحاجه الثانيه رمضان، انا شايف ان ده احسن وقت الناس تتمرن فيه، وكل الناس بتبقى قبل الفطار بساعه او ساعتين بيبقوا فاضلين، وبعد الفطار بيبقى فيه وقت معين برضو الناس فاضيه فيه، فالناس تقدر يبقى مشاركتها للرياضه او ان هم يتحركوا هتبقى وقت كويس جدا ان هو ينزل ويتحرك ويحاول ان هو يبدا ان يحافظ على صحته. وشايف ان ده حاجه مهمه جدا انها تيجي من الوزاره، وزي ما كنت قلت ان هيبقى في 5000 مشارك فيها. انا نفسي ان احنا نوصل لعدد اكبر من كده. دي بالنسبه لي النهارده ال 5000 دول دي بدايه، وان شاء الله نحاول نزودهم اكتر واكتر.